السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله، من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الذكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الهم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الافتقار كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدعاء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستغفار كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله. الحمد لله. معذرة، نسترسل. أولى فقرات برنامج الهداية النهاردة مع القرآن الكريم، القراءة الصحيحة. انتهينا من قراءة سورة الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبدأ اليوم بقراءة سورة الفلق، ونحن متدرجين من قصار السور من آخر سورة، ثم نصعد شيئا فشيئا في التعليم. نقول وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. تبدأ الآية الأولى من سورة الفلق بقول الله سبحانه وتعالى قل، وهو حرف من حروف التفخيم، وحروف التفخيم مجموعة في كلمة خص ضاد قظ، فالقاف من حروف التفخيم، أي
يشكل الفم على هيئة قبلة قبل النطق به مفخما مع تشكيله التشكيل الذي ورد في القرآن، وهو كما هو عندنا هنا، فهي قاف مضمومة ومفخمة. فنأخذ الهيئة القرآنية عند النطق بالحرف المفخم هكذا، ثم ننطق بالحرف قو قو، وهذا من حروف الحلق وهو مفخم قو قو. ثم بعده حرف اللام وهو من حروف التلقيق، فقبل الدخول على نطق اللام لابد أن نكون متدربين تدريبا حقيقيا بأن يتشكل الحرف قبل الحرف قبل النطق بالحرف، بأن يتشكل الفم قبل النطق بالحرف المرقق على هيئة الابتسامة. فنخرج من هيئة التفخيم في القاف في قول قل قو، ثم نعود إلى الابتسامة لننطق اللام مرققة قو ال قو ال قو ال. قبل النطق باللام يعني لحظة يكون الفم قد تشكل، ولذلك فلا بد من التدريب على أن يكون قراءة القرآن من القارئ، كل مسلم يقرأ القرآن يكون ما بين قبلة وابتسامة، وهذا يحتاج إلى تدريب للفم هكذا وهكذا هكذا وهكذا حتى لا يكون هناك لحن، حتى يتم قراءة القرآن مرتلة. يبقى قل قل لحظة كده، يبقى الفم بيشكل قبل النطق بالحرف مع التدريب. ثم بعد ذلك حرف همزة القطع في الكلمة الثانية قل إيه، همزة القطع مرققة وهي من حروف الحلق وتنطق مفتوحة كما هي هنا بهيئة الابتسامة، يبقى قل إيه. بعده حرف العين وهو من حروف الترقيق أيضا وهو مضموم إيه، أي أن تكون بسمة مع الابتسامة، بسمة مع الضمة، الابتسامة لأن الحرف مرقق مع الضم عو وليس عو عو، تكون العين تميل إلى التفخيم وهذا خطأ، الصحيح أن تقول عو عو، أي تحافظ على الابتسامة حتى يظل الحرف مرققا أو ينطق الحرف مرققا مع الضم، يبقى آعو. وبعد العين واو مد، عرفنا ازاي انها واو مد زي ما اتفقنا قبل كده، طالما الواو لا عليها فتحة ولا ضمة ولا سكون ولا تحتها كسرة، اي انها ليست متحركة او ساكنة، ليس عليها حركة من الحركات سواء فتح او ضم او كسر، او عليها سكون ليس عليها سكون، فهذه ليست الواو الاصلية التي في الحروف الاصلية، وانما هي واو واو مد، أي أنها امتداد لضمة عين أعوذ، أي هي امتداد للحرف الذي قبلها، فهي كأنها ضمة، كأنها ضمة أخرى، أي الضمة اللي على العين هزود عليها حركة كمان، حركة دم كمان، حركة ضم كمان، حركة مد كمان، هتبقى أعو عو، وليست واو، هذه ليست واو، هذه مد للضمة التي على العين، وتكتب هكذا على هيئة الواو ليبين أنها مد بهيئة الضم، لأن علامة الضم تشبه واوي الحروف، واوي حروف اللغة العربية. فيقول القارئ أعو، يمد العين مد طبيعي. بعد ذلك حرف الذال وهو مرقق ومضموم، ينطق هكذا هيئة الترقيق والذال، ذو وليس ذو وليس ذو ذو، يبقى الكلمة على بعضها أعوذو، والقرآن يقرأ بالحرف كما أسلفنا. بعد ذلك كلمة بربي تبدأ بحرف الباء وهي مرققة ومكسورة تحتها كسرة الترقيق، يبقى الابتسامة ثم كسرة الباء بي هكذا بي، ثم بعد الباء حرف الراء، والراء هنا مفتوحة وتأخذ حكم التفخيم، الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإذا كانت مكسورة ترقق، وإذا كانت ساكنة وما قبلها فتح أو ضم تفخم، وإذا كانت ساكنة وما قبلها كسر ترقق،
وهنا هي مفتوحة، فالراء هنا مفخمة، أي يشكل الفم على هيئة قبلة قبل النطق بتلك الراء، هكذا را تبقى بي را بي را بي را را. ثم بعد ذلك حرف الباء، والباء هنا عليها شدة وتحتها كسرة، أي أنه ينبه القارئ بأن الباء هذه باءين وليست باء واحدة، الباء الأولى باء ساكنة والباء الثانية باء مكسورة، وضم الباءين في باء واحدة ووضع شدة فوق الباء وكسرة تحت الباء ليبين أنك عندما تنطق فستنطق باءين، باء ساكنة وباء مكسورة، هكذا برب بي أب بي أب بي. والباء من والباء حرف مرق حرف مرقق وليس مفخم، فالباء من حروف الترقيق وهو مرقق، أي يكون الفم على هيئة الابتسامة عند النطق به، يبقى بيرا على طول كده يكون إيه بق متدرب، الفم متدرب على أن يكون يرجع من القبلة إلى الابتسامة في أقل من إيه من لحظة. وهذا يبين عظمة القرآن، أن القرآن لا يخضع حتى لعوامل الوقت، مع التدريب مع القراءة وهكذا تجد نفسك لست أنت من يقرأ، ولكن الله هو الذي يقول بك، فستجد عندك إمكانيات من الإلقاء والبيان غير عادية ليست للإنسان العادي، وهذا من عطاءات الله سبحانه وتعالى. ونقول هكذا بي رب بي بي رب بي. والباء من حروف القلقلة، فإن وقفت على كلمة الباء هنا تبقى برب برب برب، وكأن عليه يقلقل أي يتزبزب الحرف، أي يهتز ما بين السكون والفتح وليس ما بين السكون والكسر، فهناك من يلحن في القلقلة، القلقلة الحقيقية أي تكون ما بين السكون والفتح، يعني لا تعطيه فتح ولا توقفه على سكون حتى ينطق جرس الحرف، يعني هدف من القلقلة إيه؟ ينطق جرس الحرف، لأن لكل حرف جرس على أذن المستمع، يبقى قل أعوذ برب 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 وليس برب برب، إذا وقفت عليها تقول برب برب وكأنك ستعطيه فتح. بعد ذلك كلمة الفلق، والفلق تبدأ بألف وصل وهي مرققة إيه؟ وعند البدء بها إن كنت ستبدأ وتوصل فيما بعدها، أي أنك وقفت عند كلمة الفلق من ثم ستبدأ، لأن القرآن مبني على الوصل، وتبدأ بكلمة الفلق فتبدأ بها وكأنها همز، فتنطق الهمز عند البدء بالكلمة، ألف الوصل تبدأ بها وكأنها عليها همز، تنطق همز عند البدء بها، تقول الفلق من، وإن كانت موصولة بما قبلها مثل هكذا فإنها لا تنطق بربل بربل، فإنها تصل فقط ما بعدها بربل. فألف الوصل هنا مرققة من حروف الترقيق تبقى بربل، يبقى الابتسامة ما زالت معنا، وتدخل على اللام، واللام هنا لام قمرية أي تنطق، تبقى بربل وما زالت الابتسامة معنا، وهي لام ساكنة مرققة وتنطق هكذا إل إل، خلاص تبقى برب ال برب ال. بعد اللام حرف الفاء وهو مرقق ومفتوح، أي الابتسامة ما زالت معنا، برب الفاء ينطق هكذا فاء، تبقى برب الفاء الفاء. ثم بعد ذلك حرف اللام وهو مرقق ومفتوح ينطق هكذا لا، ثم بعد ذلك حرف القاف وهو مفخم ومكسور ينطق هكذا قي وليس كي، كي يبقى كاف، كي يبقى لا، لابد أن تأخذ هيئة التفخيم أو الترقيق، تعرف لابد أن تعرف الحرف أولا مفخم ولا مرقق، القاف من حروف التفخيم لأنه من حروف كلمة خص ضغط قذ، يبقى القاف مفخم، وإن كان مكسور يبقى أقل أدنى درجات التفخيم، ولكن لابد أن يفخم حتى لا يميل إلى حرف آخر وهو الكاف، فلابد أن يكون إيه قاف، يبقى هيئة القبلة للنطق به مفخما مع الكسر يبقى قي قي،
ولذلك في الفاتحة يقول إيه؟ المستقي وليس المستكي، كي كاف، المستقي، قي أدنى درجات التفخيم. ولذا وهنا الفلق مفخمة ومكسورة، قي إن كنت سوف أوصلها بما بعدها تبقى قيمي، قيمنا، قي من شر، إن كان إيه الفلق من شر ما خل، إن كنت سأصل الآيتين. أما إن وقفت عليها فإنما أقف عليها ساكنة ومقلقلة، فهي من حروف القلقلة وهي مجموعة، وحروف القلقلة مجموعة في قولي قطب جد، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الخمس حروف من حروف القلقلة، أي أنها تكون متذبذبة ما بين السكون والفتح، أي ترتج ما بين السكون والفتح عند الوقف أو عند نطقها ساكنة. حروف القلقلة تميل إلى الفتح ولكنها لا تأخذ حركة الفتح، تميل ما بين السكون، تتذبذب، تترجرج، تتذبذب ما بين السكون والفتح عند النطق بحرف القلقلة ساكنا، سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة أو عند الوقف عليه بسكون، فهو عند السكون يقلقل، يا أي يتذبذب ما بين السكون والفتح. فالوقف عليه يكون هكذا، الفلق، الفلق، إلى يميل إلى الفتح وليس إلى الكسر. نقرأ الآية على بعضها مجتمعة حرفا حرفا بعد أن تعلمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. نقول أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معذرة قبل أن نبدأ نأخذ الهيئة، ها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. وفقنا الله وإياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى وارضاه، وإلى قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مخلصة لله سبحانه وتعالى، عسى الله يتقبل منا ويقبلنا، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى اقرأ، وامتثالا لقوله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وامتثالا لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، إلى غير ذلك من أوامر الله سبحانه وتعالى لنا بأن نقرأ القرآن كما أنزل. ومن قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، ومن يقرأ القرآن وهو متتعتع فيه، أي يتعلم، يتعلم ويجاهد نفسه ليقرأ قراءة صحيحة، له أجران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا وأن يعلمنا الخير، وخيركم من يعلم القرآن، خيركم من يتعلم، من تعلم القرآن، خيركم أي خير هذه الأمة، خير أمة جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل يعني حد في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أمة جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين تعلموا القرآن وعلموه كما يحب الله ويرضى، يقبلنا ويتقبل منا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بعد قراءة القرآن ندخل في الفقرة الثانية من فقرات برنامجكم الهداية، برنامجكم الهداية. واسم البرنامج الهداية يدل على هدف البرنامج، هدف البرنامج تحقيق قول الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولخلقه جميعا.
نقرأ من أحاديث صحيح البخاري كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. الباب السابع باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري، وهذا الحديث 63 من كتاب صحيح البخاري في كتاب العلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. الباب الثامن: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع والستون: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وهذا طبعا دعوة الأنبياء، دعوة جد الرسول مجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا على كل ظالم. قولوا جميعا آمين كما استجاب لجدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يسير بالدعوة إلى الله، وداعي الله لا يرد دعاؤه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الظالمين أو ينتقم منهم ويمزقهم كل ممزق. قولوا جميعا آمين. الحديث الخامس والستون: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. الباب التاسع: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. الحديث السادس والستون: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله،
وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى اللي إيه؟ يبقى اللي وجد فرجة في الحلقة ده إيه؟ آواه الله، آوى إلى الله فآواه الله. قعد كده راجل متواضع كده، راجل محترم، مش يا إما يقعد في حتة مميزة يا إما إيه؟ لا، قعد كده حيث ينتهي به الإيه؟ المجلس. راجل محترم، راجل مؤدب، آوى إلى الله بالأدب فآواه الله إليه. طب التاني، وأما الآخر فجلس خلفهم. التاني ده بقى أكثر إيه؟ أدب، عنده حياء كده. الناس دي أنا لسه يعني أخش كده وخلاص كده. في ناس كده مؤدبة، ما يدخلش كده في المجالس كده ومحد يعمل نفسه كده، يعني الله يصلح حالنا وحال الجميع يعني. لا، ده راجل مؤدب ويزيد عن الأول بالإيه؟ بالحياء. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. ده اللي قاعد إيه؟ خلف الإيه؟ خلف الحلقة كده، الناس لسه كده بتعرف بيها كده وإيه؟ وبأدب كده. التالت بقى ما عجبوش الإيه؟ ما عجبوش الحكاية كلها كده، فأعرض، خد بعضه إيه؟ وإيه؟ وأدبر ذاهبا، إداهم ظهره إيه؟ إدى ظهره للدعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى النبي وإلى حفيد النبي وإلى الماء وكل، سيبك يا عم كل الكلام ده، خد بعضه، فأعرض. أعرض، راح بقى يتفرج على مسلسلات، راح يتفرج على حد هايف، راح يدور له على حاجة يعني سفيهة زيه، يعني راجل إيه؟ سفيه، يعني اختار السفهاء، اختار أن يعيش تافها بغير الدين، من غير سيدنا النبي، من غير جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعرض عن الدعوة إلى الله وإلى رسوله فأعرض الله عنه. من الخسران؟ من اللي هيخسر؟ من قبل دعوة الله ورسوله، وما أرسل الله سبحانه وتعالى من تجديد لهذه الدعوة على يدي إلى كل الخلق، فهذا هو المكسب. ومن أعرض فقد أعرض الله عنه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. الحق سهل، الحق سهل، ولذلك فإننا نقول الحق الآن بدون أي معوقات. ومن له عقل وأذن وقلب فليستمع ولينظر. ولا يغرنكم أي جاهل يقول المهدي لا يعرف نفسه شوية، يعني هذا كلام لا يصدقه عقل طفل صغير. هل من نبي أرسل للأمة أولي ولا يعرف نفسه؟ هل هذا كلام يقوله عاقل فضلا عن أن يصدقه عاقل؟ المهدي يبايع وهو كاره، فهو لا يعرف نفسه شوية كده، قاعد يكذبه كده كم، حوالي 10 سنين أو أكثر من 10 سنين، لا يعرف نفسه. ليه أصلا هو يبايع وهو كاره؟ طب هو إيه علاقة أنه يبايع وهو كاره وأنه يعرف أو لا يعرف نفسه؟ كيف تستنبطون الأحكام ومن علمكم هذه الطريقة السافلة في استنباط الأحكام من الأدلة؟ كيف تستنبطون الأحكام من الأدلة والأحاديث فضلا عن أن تكون صحيحة أو ضعيفة؟ أصلا الحديث نفسه تستنبطون الأحكام منه بأي هيئة؟ ما علاقة أن يقول الله سبحانه أو يكون حديث فيه أن المهدي يبايع وهو كاره من أن يكون يعرف أو لا يعرف نفسه؟ لا علاقة هذا بذاك. يبايع وهو كاره أي أنه لا يريد ملكا، لا يريد سلطة، ولكنه أمر من الله. وأي أمر؟ الدين كله أصلا كراهة للنفس، الدين كله مخالفة للنفس. هو مين يحب يصحف وسط النوم عشان يصلي الفجر؟ مين يحب يمتنع عن الحرام؟ مين يحب ألا يفعل شيء إلا إذا قيل له فعل أو لا تفعل؟ الدين كله مبني على مخالفة النفس، والنفس تهوى. أفرأيت من اتخذ إله هوى؟ فمن ضمن الأوامر أنه المهدي، وأنه المطلوب منه قيادة هذه الأمة وتوجيهها إلى أنوار الهداية امتدادا لمن سبقوه، وتحمل الأمانة. يعني ده شيء فوق الايه؟ فوق الطبيعي. يعني المسلم الطبيعي اصلا الدين بالنسبه له ما هوش امر سهل، في كره في كل حاجه، الا ان يحب الله حبا حقيقيا فيبدل الله سبحانه وتعالى طاقه هذا الكره الى طاقه حب، فيكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ده بعد مجاهده النفس. انما الاصل اصلا كره المأمورات، كره الاوامر، النفس لا تحب الاوامر. فما بالكم بمن يؤمر بتحمل مسؤولية الأمة جميعا؟ هيبقى حابب؟
طيب مش حابب هيتحمل وهيقول لي لا حاضر سمعنا وأطعنا، ولا أصل هو لا هيقول حاضر مهما كان كاره، مهما كان الأمر صعب، مهما كان في سفهاء يعني، وهيتحمل بقى. فتحمل هذه المسؤولية صعب جدا لأمور كتير، كاره، ولكنه سيقوم بالمهمة وسيعلن عن نفسه، سيعلن عن نفسه رغم أنف كل سفيه جاهل يتكلم بما لا يعلم، مأجور مأجور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم أو يمزقكم كل ممزق. يا من عطلتم وتسببتم في تعطيل أمر الله وبث الكذب على الناس والدجل والتعمية على الناس، الناس ترى الشمس وينكرونها بسببكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل كاذب جاهل معطل لأمر الدعوة إلى الله وإلى رسوله ومبايعة محمود صابر إبراهيم عبد الكريم خليفة الله المهدي المنتظر الأمين ابن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي يحدثكم الآن. من كان له عقل فليفكر به، من كان له أذن فليستمع بأذن قلبه، من كان له عين فلينظر بعين قلبه. الحقيقة أمامكم، والسؤال الحجة الدامغة في هذا الزمن من الله موجه للجهات الأمنية بالعالم، أي جهات المخابرات العالمية وجهات المخابرات العامة المصرية. ألا تعلمون المهدي الحقيقي من المزيفين؟ لماذا هذا السؤال موجه لهؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الحكام الفعليين في الكون الآن. كان في زمن موسى عليه السلام فرعون ومن معه من ملئه هم من يحكمون، اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، وهكذا. ولذلك فالسؤال، الله بعتني أسأل مين؟ السؤال موجه لمين؟ الله بعتني مين؟ للرأس اللي موجود، الرأس المسؤولة. يا جهات العالم، يا من تتحكمون في الملوك بقى والرؤساء، دول صورة، ولكن الحقيقة مين؟ الجهاز المخابراتي، المخابرات العامة المصرية. هل تعلمون أنني أنا المهدي المنتظر الأمين الحقيقي أم لا؟ فإن كنتم تعلمون المهدي المنتظر الأمين الحقيقي سواء كنت أنا أو غيري، وجب عليكم أن تعلنوه وأن تأمروا العالم بمبايعته، وإلا فالقادم أسوأ الناس التي تقتل وتذبح. وأفعال الله سبحانه وتعالى من العذاب حيث وعد بذلك، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا يحدث وكلنا نراه على شاشات الكاميرات والتلفاز وغيره من المواقع، أو من تحت أرجلكم، وهذا يحدث، البراكين والزلاء وغير ذلك، أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض، وهذا أيضا يحدث. فثلاثة صنوف العذاب التي وعد الله سبحانه وتعالى من يعطل أمر الدين والدعوة إلى الله وإلى رسوله ومبايعة خليفة الله المهدي المنتظر الأمين محمود صابر ابن إبراهيم ابن عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا يحدث عذابا لكم لأنكم لا تبايعونه، وسيحدث ما هو أسوأ إن لم تبادروا بالمبايعة. ولكل عقله، وليختار من شاء ما شاء. لسه في ناس تبع يعني، لسه بتبعتوا ناس تقول ازاي اصل المهدي لسه ما حدش مش عارف مين، ثلاثة هيقولوا واربعة هيروحوا له. يا عالم كفاية كذب، كفاية افتراء، وعلى كل الأمة. انظروا إلى القرآن، انظروا إلى كل من سبق من الأنبياء والأولياء، ماذا حدث معهم؟ هل حدث هذه التفاهات والسفاهات
التي يقولها من يزعمون أنهم يوطئون للمهدي أو يقولون أنهم يبشرون، هذا هؤلاء الذين يقولون أنهم يبشرون بالمهدي ويبثون مثل هذه الافتراءات، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى بقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يهديكم أو يمزقكم كل ممزق عاجلا غير آجل، وأن يجعلكم عبرة لكل خلقه، وأن يجعلكم عبرة لكل خلقه، وأن يجعلكم عبرة لكل خلقه في الدنيا والآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه بقول هذا الكلام؟ عشان الناس اللي لسه بتصدق الناس الكذابة دي تفوق، إن كنتم حابين تفوقوا. طيب حابين تصدقوا الكذب وتدوا للناس دي مشاهدات وتدوهم فلوس ويضحكوا عليكم ويستغفلوكوا، فلا تلوموا إلا أنفسكم. نقول ونكرر، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يستجيب الله الآن من أحد إسلاماً أو إيماناً إلا أن يشهد أنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمود، صابر، إبراهيم، عبد الكريم، خليفة الله المهدي المنتظر الأمين، ويبايع على ذلك بكل وسيلة يستطيعها، فهذا مقبول إسلامه، مقبول دعاؤه، مقبول دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، مقبول صلاته، مقبول عند الله إن أخلص. أما خلاف ذلك فليس إلا ملعون من الله سبحانه وتعالى، ملعون من جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأنبياء وكل آل البيت والملائكة والمؤمنين أجمعين. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم إني أبرأ إليك من كل الدماء التي تراق، فقد بلغت أمانتك، فقد بلغت أمانتك، فقد بلغت أمانتك. اللهم إني أبرأ إليك من كل قاتل، اللهم إني أبرأ إليك من كل متسبب في قتل امرأة أو شيخا أو طفلا صغيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يترزقون بهذا الدين، حسبنا الله ونعم الوكيل في من يترزقون مرتزقة المعلومات الذين يريدون بها متاعا من متاع الدنيا، متاعا باعوا دينهم بعرض من الدنيا. اللهم أرني آياتك في هؤلاء في الدنيا والآخرة. الحمد لله أن وفقتني لأداء أمانتك ضد الأسباب، ضد الأسباب، ضد الأسباب، وحركت لساني وقلبي وجناني بالصدع بالحق في أحلك الظروف والمواقف. الحمد لله الذي وفقني للدعوة إليه كما يحب ويرضى. اللهم اقبلني وتقبل مني وعافني واعف عني. اللهم انصرني كما وعدتني، اللهم انصرني كما وعدتني، اللهم انصرني كما وعدتني ومن معي من المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستأنف. الباب العاشر من صحيح البخاري من كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. يبقى هنا الدعوة إلى الله وإلى رسوله أساس في كل حاجة، هي المحرك الأساسي للمسلم. من غير الدعوة يبقى الإسلام بدون روح. الأمة أمة جد الرسول أمة داعية إلى الله، ولذلك فسجد كل الآيات والأحاديث تحث وتحفز على أن تقوم بأول أمر، وهو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة. قولوا لا إله إلا الله كلمة
تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. وفي هذا الوقت حفيد الرسول الذي يحدثكم الآن محمود بن عبد الكريم ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد المطلب ابن محمد ابن عبد المطلب يقول لكم قولوا لا إله إلا الله تكونون في سعادة في الدنيا والآخرة ويرفع عنكم العذاب ويؤتكم الله سبحانه وتعالى ما وعدكم من النصر والتمكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا. والله سبحانه وتعالى أوفى من وعد، الله سبحانه وتعالى أوفى من وعد، فإن صدقنا مع الله فإن الله صادق الوعد لا يخلف الله الميعاد. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والرشاد. يبقى الباب العاشر معنا هنا من كتاب صحيح البخاري كتاب العلم، الباب العاشر باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أو عام سامع. الحديث 67. حدثنا مسدد. طبعا بعد ما نخلص هنا هيطلع لك الدجاجلة اللي هم الايه المرتزقة اللي بياخدوا فلوس كده من الناس عشان يطلعوا يضللوا الناس، هيطلع يقول لك اه لا بس لما يحصل كارثه، لسه بقى لما يحصل كارثه، يعني الناس دي اللي عندها قلب ولا احساس فقدت الادميه، عشان عارفين ان المهدي بيتكلم اهو، وعارفين الكلام ده من بدري، ده من سنين، وطلعنا واعلنا من سنين، والكلام ده كله بيشغل. هو مكلف بايه؟ مكلف بالتضليل. ازاي؟ اقول لك لا لا، لسه المهدي لما مش عارف كارثه تحصل فين، ولسه لما كارثه تحصل فين، اللي هيصدق هؤلاء لا يلومن الا نفسه، لأن كل الكوارث دي وكل الحاجات دي سببها شيء واحد، هو التسويف، أي عدم المبادرة أو عدم البيعة. كل ما بتتأخروا في أن تأتوا للبيعة للبيعة كلما تأخرتم في القدوم إلي ومبايعتي كلما اشتد عليكم العذاب. فقط هو ده الموضوع ومش أي حاجة تانية. مبارك اتشال بكلمتين، مبارك كان عايز يعتقلني، كان عايز يعتقلني انا معلش عذره اسف يعني، مبارك كان عايز يعتقلني في يوم من الايام، مبارك نسي نفسه في يوم من الايام خلاص، وعايز يعتقلني ليه؟ لاني كنت في وقت كنت ابتدى بقى تظهر معايا مشاهد ومشاهدات الولايه في وقت ما كده. طبعا في ناس كده في المخابرات عارفه المعلومه دي، وطبعا ايه عاملين نفسهم مش من هنا، وكان ايه والقرار لسه ايه، طبعا الناس القريبه من مبارك كلام هنا بس مع المباشر اهو خلاص كده. الله سبحانه وتعالى انطقني بكلمتين في الشارع كده، كنت رايح كده في مكان ما يعني، قلت اللهم عليك به بس. ظهرت بعد كده موضوع يناير في وسط الشارع برضو، الكلام ده في شبرا، في ناس بقى موجوده وحيه ترزق وتشهد على هذا الكلام، بيتكلمون في الشرع وتقول هذا الرجل اختار أن يذل نفسه، فقد يعني وصلني المرحلة خلاني دعيت عليه خلاص كده. ليه؟ انت عايز تعتقل الداعي إلى الله، انت نسيت نفسك خالص. هذا الرجل غره ما كان فيه من سلطان. ليه؟ طب انت تعتقل ده ليه؟ سؤال. كنت في هذا الوقت أدعو إلى الله وأعلم القرآن وما إلى ذلك، أنا الله سبحانه وتعالى خلقني لهذه المهمة. فقلت اللهم عليك به، الله سبحانه وتعالى سجنه وقعد يتحايل على الناس شهر، يقعد 6 شهور، خلاص الدعوة استجيبت انتهى. أنا ما دعيتش من دماغ، أنا ده الله سبحانه وتعالى اللي أنطقني بالإيه؟ بهذه الدعوة، لأن الراجل ده كان آخر، ده كان آخر قرار خده ضدي. أول حاجة يعني صلت ناس عشان اطرد من شغلي، وكنت بشتغل في مكان معين وهكذا، فايه فبقيت ايه في وقت ما كده ومهدد بالقتل، ولحد ما وصل بيا الحال كنت باكل من سلة المهملات. عشان كده بعد كده الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بان ياكلوا من المهملات، ما هو يعني والناس عارفه وجهاز المخابرات عارف اللي بيحصل مع حفيد الرسول ايه الكلام ده، الله سبحانه وتعالى مطلع ولا ينسى. طيب البيان فين بقى؟ اللهم عليك به مع السيال. جه بعدي مين؟ من يدعون او يقولون انهم يريدون تحكيم امر الله، عشان بس كل حاجه تتكشف.
عشان كل حاجه ايه تتكشف. تعالوا عملوا، كانوا عايزين يعملوا نفس الموضوع نفس الحكايه تاني. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، خدوا الدعوه دي. طيب الاخوان والشله دي كلها، الطيارات الاسلاميه دي كلها، يلا زحف اللي بعد منه. ها وكانك انت مش موجود. طب اللهم علي، وهكذا الاحداث، والاحداث شغاله بنفس هذا النسق، بنفس هذا النسق. ولذلك في الحلقه السابقه اخبرتكم بان المجلس، قلت لكم ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي جاي بتكليف. انا فاهم كويس قوي 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 بقول لكم ايه. عشان كده مفيش حد هيعرف يضحك على القيادة اللي موجودة. أنا بقى من الآخر كده، المراد البيعة، وهو يعلم ذلك، هو عارف الله سبحانه وتعالى جابه إزاي وخليفة الله فيه. هو عارف كل حاجة، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عارف وبينفذ صح، وعارف إمتى وفين وإزاي وليه. بس في جهاز اسمه جهاز المخابرات العامة المصرية، هذا الجهاز عليه أن يتحرك بالمطلوب. فقد أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. والمجلس النبوي بالقدس، بالمسجد الأقصى الشريف الذي ينعقد كل سنة بحضور جميع الأنبياء وبقيادة جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحضور جميع الأولياء، وحضور كل آل البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المتحدث الرسمي في هذا المجلس جد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه عليه السلام، وسفير هذا المجلس لتوصيل الرسالة لقطب زمني، للقطب الزمن في هذا الوقت، هو الإمام الحسين. سفير المجلس جد الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه. ورئيسة ديوان هذا المجلس سيدتنا السيدة زينب عقيلة بني هاشم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعليها السلام. يبقى المرتبة في الدين لا تقف عند رجل ذكر أو أنثى، ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأفعالكم. فعقيلة بن هاشم سيدة السيدة زينب هي رئيسة ديوان هذا المجلس العالمي لحكم الأكوان، الذي ينعقد في كل ليلة إسراء ومعراج بشهر رجب من كل سنة. ليلة الايه؟ الإسراء والمعراج. في هذا المجلس أول تكليف في مقتضيات الشغل، أصل يعني بص الناس تيجي تبايع أو لا تبايع، الشغل شغال. فتكليف المهمة بقى والشغل من كده، بأن يجمع سيادة الرئيس السيسي، هذا تكليف من مين؟ من الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلني إزاي؟ عن طريق الإمام علي، خد التكليف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد اجتماع الأنبياء وأجمع الرأي من الله على ذلك. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم أمر التكليف ده لمين؟ لسيدنا الإمام علي ابن أبي طالب. سيدنا الإمام علي بن طالب سلم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب نسلم أمر التكليف، أمر الشغل ده لمين؟ لسيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب السفير. سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب نسلم أمر الشغل ده لمين؟ للسيدة زينب. طيب سيدة زينب عليها أن تسلمه لقطب الزمن، فسلمته لي لأنني قطب الزمن، لأنني المهدي، ولأنني محمود صابر إبراهيم عبد الكريم ابن الرسول المكلف بتنفيذ هذه الأوامر وهذه البنود لحكم جميع الأملاك والأكوان. طيب أمر الشغل ده عبارة عن إيه؟ يا خليفة الله، يا مهدي، يا محمود، يا ابن صابر، يا ابن إبراهيم، يا ابن عبد الكريم، يا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي، خذ يا ابن أخي. وللأمانة هي قالت، ما قالتش كل اللي فات ده، قالت كلمة خذ يا ابن أخي أمر التكليف. طيب أمر التكليف تقول واحد، أمر التكليف ده يعني تحديدا
استلمته وانا في الباص يعني ما في لازم امر التكليف اهو. قل اخبر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه مأمور من الله بجمع العالم الإسلامي تحت قيادته ومبايعتك وفتح القدس. يبقى جمع العالم الإسلامي لمبايعة المهدي المنتظر الأمين الذي يحدثكم. مهمة مين؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صورته جنبي فين؟ في مقام سيدي يحيى المتوج بالأنوار. تمام؟ طيب. وفتح القدس. الأمر الثاني إيصال سلام سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله عليهم جميعا السلام جدتي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيتي بأن يضع يده في يدي للبيعة وتحرير كلمة للبيعة دي ضمنا أن يعني يضع يده في يدي يعني البيعة وتحرير القدس وسلمت عليه. وصلت السلام بسلام وقلت المطلوب ببساطة. تلك هي نماذج وإشارات بداية دولة آل بيت محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وآل البيت ضد كل مفتر داعي كذاب. كل حد مدعي المادية، كل حد كذاب، كل حد دجال، أبشر فإنه قد جاء وقت الانتقام منك بالله وخليفته ورسوله وأنبيائه وجنود الله أجمعين. عليك لعنة الله والملائكة والمؤمنين أجمعين إلا أن تؤمن إلى كل ملوك ورؤساء العالم. ده النهاردة البند الثاني. إلى كل ملوك ورؤساء العالم ومن تحت وطأتهم أسلموا تسلموا. إلى كل ملوك ورؤساء العالم أسلموا تسلموا. إلى كل ملوك ورؤساء العالم أسلموا تسلموا. فبايعوا خليفة الله محمود صابر إبراهيم عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب على الإسلام والخلافة تسلموا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله تعالى ويرضاه. فإن لم تفعلوا فإن عليكم لعنة الله والملائكة وعذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم الله شيعا أي فرقا يقتل بعضهم بعضا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم إن خالفتم أمر الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره بالبيعة لوليه وخليفته أن تصيبهم فتنة أي ينسلخوا من الدين يبقوا مسلمين بالكذب ولا حقيقة لإيه؟ لإيمانهم أو إسلامهم. كيف أصبحت يا حارثة أصبحت معتاب وما حقيقة إيمانك؟ هذا بتاع لا تضحك على يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم معليش. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وهذا يحدث أو من تحت أرجلكم وهذا يحدث أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض وهذا يحدث. وبعد البيان ده إذا لم تستجيبوا فلا تلوموا إلا أنفسكم إن وقعتم في عذاب لم يحدث لأحد من قبل من العالمين. هذا هو الأمر الثاني في هذه الحلقة.
حلقة الهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني ويهديكم لما فيه الخير والرشاد، وألا يجعل المناصب والدنيا وشهواتها حائلا بينكم وبين البيعة لي أنا خليفة الله المهدي المنتظر الأمين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنني أنا المهدي محمود صابر إبراهيم عبد الكريم خليفة الله المنتظر الأمين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نقرأ الباب العاشر من كتاب العلم من كتاب صحيح البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. الحديث 67. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. هنقول السنة الثانية. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. والدعوة هنا مش هنا الباب هنا إيه؟ العلم قبل القول والعمل، يعني قبل ما تقول تكون عارف بتقول إيه، عشان كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله، لابد أولا إن تكون لا إله إلا الله دي عن علم نابعة من القلب، وليس عن علم اللي هو إن أنا أعد عن الدعوة إلى الله بحجة أنني أريد الأول أن أتعلم مقتضيات لا إله إلا الله. هذا من مداخل الشيطان. كيف تعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم الكيفية؟ ما هو ده الأسوة الحسنة. تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله وإلى رسوله فعلمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى الدعوة إلى الله وإلى رسوله قبل العلم فهي سبب العلم ومفتاح العلم. يبقى أن تكون داعي إلى الله وإلى رسوله فالله يعلمك، لأنك تتبع ما أمرك الله به فيعلمك، لأنك تريد أن تتحرك بما تعلم. وما قيمة المعلومات والعلم إن لم نعمل بها؟ فإن كان العلم قبل القول والعمل، فالدعوة إلى الله وإلى رسوله قبل العلم، وهي مفتاح العلم ومفتاح القول
ومفتاح العمل، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في أول ما نزل من القرآن، أول كلمة اقرأ، أيدعو اقرأ لمين؟ اقرأ، واقرأ لمن لا يكتب ولا يقرأ، يعني ندعو إلى الله قولوا. ولذلك امتثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك بعد فترة الوحي، وقال لكل خلق الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى غير ذلك مما فعله جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نفعل ما فعله جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نفهم ما فهمه الله لجد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لغيره. ليس لنا إمام، ليس لنا إمام إلا من ارتضاه الله إمام الأنبياء بالقدس وبالأقصى وخاتم الأنبياء جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى في أفعاله وأقواله وتحركه وفي كل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرمنا بالتمسك بما أرسلته إلينا به من دينك ووحيك يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم 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 ارفع البلاء بالاستجابة للدعوة إليك وإلى رسولك والبيعة عن أمة جد الرسول، وأدخل يا مولاي الناس في دينك أفواجا كما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين يا الله، واشملنا بلطفك وحفظك ورحمتك ورعايتك يا الله. اللهم اهدي من ظلمنا، واعطي الإيمان والإحسان لمن حرمنا، وأكرم يا مولانا وأكرم يا مولانا كل من تطاول علينا بالأدب، وصل يا مولانا بحبلك المتين من قطع الود بينه وبينك ومن قطعنا، مصداقا لما أمرني به جدي قبل الخروج إليكم مباشرة، فقال لي وذكرني، وهو لكل مسلم ولكنه ذكرني، أعطي من حرمك، قال لي كده قبل ما اطلع على حضراتكم، قال لي اعطي من حمر اعطي من حرمك، قال له ادعي له على الاقل، ادعي له، اعطي من حرمك، واعف عن من ظلمك، واحسن الى من اساء اليك. فامتثالا لجد الرسول رغم حاضر سمعنا واطعنا، ولذلك قمت بالدعوه، قمت بالتنفيذ على طول، دعيت لمين؟ اللي ظلمني واللي حرمني ولمن أساء إلي، بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى جميعا. وقال لي ما تقولش الحتة اللي يعني إيه الجزء الذي تحب أن تقول، إن لم تكن عليه لا تدعو عليهم، ادعو لهم بالهداية. فهو الغاوي اللي في الغواية مش محتاج تدعي عليه، هو أصلا بيأذي نفسه، فأنت كمان هتدعي عليه، أما الامتداد للرحمة إزاي؟ فحاضر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني ويهديكم يا كل خلق الله، امتثالا لأوامر الله مع جدي محمد الرسول الرحمة المهداة لكل الخلق. وأمرني ألا أدعو على أحد أبدا، ولكن أدعو بالهداية دائما أبدا، فمن لن يستجيب هو أصلا سيهلك، بدون أن إيه، من غير ما تتعب نفسك انك تدعي، ما تدعيش على حد تاني. حاضر،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدنا جميعا الصراط المستقيم. اللهم أكرم من حرمنا، واعف عن من أساء إلينا، واهد من ظلمنا. آمين. خلاص يا جدي. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. حاضر. طيب. الباب الحادي عشر، باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد الآية 19. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر الآية 28. وقال: وما يعقلها إلا العالمون، سورة العنكبوت الآية 43. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، سورة الملك الآية 10. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورة الزمر، سورة الزمر، سورة الزمر. هنا في الباب ايه؟ باب العلم قبل القول والعمل، الباب الحادي عشر من كتاب صحيح البخاري، كتاب العلم، الصفحة 26، تبدأ من أول صفحة 25. وقال عز وجل، وقال الله سبحانه وتعالى: وقال جل ذكره: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورة الزمر الآية 9. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم وليس بالجهل. واخرج على الناس عشان واخد قرشين من حد، اضلل الناس. حاضر. اللهم اهدني واهدي كل مضلل الى صراطك المستقيم، واعف عني وعنه يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا. مسؤولية ان تكون خليفة الله في الخلق وتوصيل الهداية في قوم يفعلون اشياء، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. يعني خلاص الأوامر: ادعوا بالهداية والرحمة وتصبر وتتحمل. ما الله اختارك أنت تحديدا ليه؟ عشان تقعد على لا ده أنت وتتحمل وتتحمل، وينالون منك ويسبوك ويفعلوا هذا شأنهم، قوم لا يعرفون، لا مش عارفين مصلحتهم فين، دي مشكلتهم هم. الله يهديهم، عليك بدعوتهم إلى الهداية. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين إلى آخر الآية، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر. حاضر. ولا تفرح في أحد لا يهتدي ويعذبه الله، فهذا ليس من شأني ولا شأني، ولكننا نحب الهداية لكل الخلق، وهذا ما أرسلني الله به بعد جدي امتدادا لجدي، وهذا هو أمر جدي لي حاليا. معكم في البث كده دخل فجأة، يعني نسيت نفسي، قال لي الطلعة اللي بتطلع دي ما تطلعش تاني، يعني بيأدبني قدامكم على الهوا. ولا تدعى لحد، ولا تعلي صوتك، تقعد الأدب وتتكلم بأدب. إن عليك إلا البلاغ، أنت زي أنت مخلوق تقول إلا الله سبحانه وتعالى بيأمرك به بأدب وبالراحة. من استجاب فله الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومن لا يستجيب لست عليهم بمسيطر. حاضر. نسأل الله سبحانه وتعالى الإيه؟ الأدب، الأدب. عشان بس الناس اللي مع ما لا ليك دعوة بالناس تعمل ايه، ولا حد رايح فين، لك افعل ما تؤمر،
افعل ما تؤمر، بلغ ما أمرت به، ادع إلى الله كما أمرت، ومن تاب معك امتدادا لي. حاضر، ده كلام مين؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. يبقى نتعلم، والله يعلمنا ويكرمنا، وهذا هو هدف هذه الحلقات، الدعوة إلى الله إلى الرسول مفتاح العلم، ونتعلم من أول قراءة القرآن الكريم. كل بقى المفتاح بقى كده، من نعرف نقول الحركات، نعرف نقول التفخيم والترقيق، هيبقى اللسان كده يتدرب. أجي أقرأ أي حاجة يبقى إيه في انطلاق كده، وأقدر أقرأ والله سبحانه وتعالى يفتح لي مدارك العلم وهكذا. وبعد ذلك إيه الحديث زي ما إيه بنعمل كده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا وينفع بها كل من يسمعها. وإنما العلم بالإيه؟ بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أنني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يجيز علي لأنفذتها. الصمامة يعني أداة الإعدام، يعني إذا حطينا سيدنا أبو ذر بيقول لو حطين كده، إذا حطين أداة الإعدام وهيعدموني، وفي كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم عشان أبلغها وأدعو إلى الله، شوف الحرص على الدعوة إلى الله وإلى رسوله، إذا يعني هموت وخلاص وبتعدم، مش مالي هو في إنه يتقال لا، الدعوة إلى الله والتعليم، وهقدر أقول الكلمة دي قبل ما تعدم، لأنفذتها أقولها قبل ما إيه، ليه؟ حتى إذا قابلت الله سبحانه وتعالى عند اللقاء أكون إيه؟ قد نفذت أمره في الدعوة إلى الله وإلى رسوله والتعليم وهكذا. لذلك في حلقات الهداية تكون بنيتي الدعوة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى لكل الخلق، وأن يعلمنا الله وكل المسلمين دينه، وأن نعمل بهذا الدين كاملا، ندعو إليه كاملا، ونتعلمه كاملا، ونعلمه لكل المسلمين كاملا، ندعو إليه كل الخلق، أن يكرمنا الله وكل الخلق بالهداية. هذه أول نية في هذه الحلقة، أن يكرمنا الله وكل الخلق بالهداية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا عاملين بهذا الدين ومخلصين له في القول والفعل والعمل، وأن يتقبل منا ويقبلنا، ويكون حرصنا في هذه الحلقات كما أمرنا الله سبحانه وتعالى القبول، أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى ويتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرضينا ويرضى عنا في الدنيا والآخرة. دي كانت الفقرة الثانية، نقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أستأذنكم شوية مية، بسم الله. الناس اللي متابعيننا على جميع القنوات جزاكم الله خير، نبلغ هذا الكلام لكل الخلق لأنها مسؤولية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالخير كله. طيب، الفقرة الثالثة هي التاريخ الإسلامي، تاريخ الدعوة إلى الله وإلى رسوله، حتى نتعلم ونعرف كيف نقوم بهذه الدعوة كما قام بها من قبلنا من الأنبياء ثم من بعدهم من الأولياء، حتى ولي الله سيدنا الإمام الشعراوي عليه رحمة الله عليه السلام، حيث سلمنا الله سبحانه وتعالى به الراية من بعده، فنعرف أحوال هؤلاء. والنموذج الذي دائما يكون أمامنا، أول نموذج هو النبي جد الرسول صلى الله عليه وسلم،
والصحابة الكرام. يبقى جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآل البيت، يبقى جدي الرسول وآل البيت والصحابة الكرام، ومن النموذج الذي يكون أمامنا معلما ومدرسا. ولذلك نقرأ من كتاب حياة الصحابة، وعنوان الباب الدعوة إلى الله وإلى رسوله. نقرأ عنوان دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لاثنين. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سفيان وهند. أخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا، وخرجت أسير أمامهما وأنا غلام على حمارة لي، إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حتى يركب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار أمامنا هنيهة، ثم التفت إلينا فقال: يا أبا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبة، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار، وأنا أقول لكم بحق، وإنكم لأول من أنذرتم وأنا أقول لكم بحق وإنكم لأول من أنذرتم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قالتا أتينا طائعين. قال له أبو سفيان، الآيات اللي قرأناها ديت من سورة فصلت، الآيتان الواحدة والثانية وإلى الآية 11 من نفس السورة، سورة فصلت، خلاص تمام. فقال له أبو سفيان: أفرغت يا محمد؟ قال: نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمارة وركبتها، وأقبلت هند